صباح الخير يا شباب. صباح النور. يعني ان شاء الله النهارده هنبتدي مع بعض في شابتر جديد، وغالبا يعني هيكون ده يمكن اخر شابتر محتاجين ان احنا يعني نتكلم فيه شوية ونوضح بعض الامور، وان كان الموضوع بتاع الشابتر ده بصورة عامة يعني انت واخد فكرة عنه قبل كده في ثانوي، لكن خليني اقول لكم بس في خبر مهم لازم اقوله للناس قبل ما نبتدي، ان يعني هيعتبر الشابتر اللي احنا هنتكلم فيه، طبعا احنا الاسبوع ده ما كانش فيه توتوريال، يعني هنبتدي نتكلم في الشابتر ده الاسبوع ده ان شاء الله. اللقاءين بتوعنا الاسبوع اللي جاي اللي هما بيبقوا التوتوريال السبت وإن شاء الله محاضرة الاثنين اللي هي تبقى زي النهاردة، هنخلص الجزء اللي هيفضل من الشابتر ده، لأن يعني أنا بفضل إن إحنا، أو على فكرة شابتر مش كبير، ومع ذلك أنا بفضل إن إحنا ما ناخدوش كله النهاردة، يعني عشان نهضم الجزء اللي إحنا هناخده، وناخد شابتر الووتر تريتمنت، شابتر الووتر تريتمنت يبقى الجزء اللي هيبقى فاضل من الشابتر ده مع شابتر الووتر، وهو شابتر صغير كمان آخر، يبقى إن شاء الله على محاضرة الاثنين اللي جاي اللقاءات التيم بتاعنا اللي أنا بشرح لك فيها كده أكتف مباشرة أونلاين هتبقى خلصت. طب إحنا كده خلصنا؟ لا، أنت فاضل لك 3 مواضيع صغيرين ما بنعتبرهمش شباتر، هي مواضيع اللي هي موضوع الكوروجن التآكل، وده انا اوريدي خلاص سجلته كفيديو على اليوتيوب على قناة الكلية وموجود اللينك وكل حاجة، بس يعني انا مش هنزله لك الا ما نخلص الالكترو، لان هو الكوروجن ده او التآكل ده مرتبط بالالكترو. وموضوعين تانيين، موضوع عن السمنت كيمستري، كيمياء الاسمنت، واعتقد ده برضو اليوتيوب ده متسجل ب من خلال الدكتور علاء محسن. والموضوع الاخير اللي هو موضوع الكومباشن او الاحتراق، ده بيبقى عباره عن، هو مش شابتر، هو مساله، هو الفيديو هيبقى مساله ازاي بتتحل وليها خطوات معينه في الحل بتاعتها. اللي حاطط الموبايل، اللي حاطط الموبايل جنب اللاب، حاطط الموبايل جنب اللاب لو سمحت. بيبقى موضوع صغير كده اللي هو عبارة عن مسألة وليها خطوات حل معينة. الدكتور عمرو عثمان تقريبا هو إن شاء الله اللي هيبقى شرح لكم الفيديو ده، يبقى كل واحد فينا هيبقى شرح لكم حاجة. أنا الكوروجن، دكتور علاء هيبقى السمنت، دكتور عمرو هيبقى الكومباشن، ونبقى خلصنا على كده. إذا أنت مهمتك إيه بعد ما نخلص الشرح بتاعنا كإلكترو ووتر؟ ان انت تشوف الفيديوهات دي. طب في استفسارات فيها؟ ممكن نظبط مع بعض بقى ميتنج زي الميتنج العادية بتاعتنا دي، نبتدي ايه نتناقش فيها، او اللي عنده اي سؤال او اي حاجة فيها. ماشي يا شباب؟ طيب وقبل ما انسى، زي ما انتوا عارفين ان شاء الله من بكرة هنبتدي امتحانات العملي اكوردنج للجدول اللي الناس عارفاه واللي محطوط في لوحة الاعلانات جنب باب المعمل بقاله اكتر من اسبوعين. كل واحد عارف ميعاد امتحان المعمل بتاعه امتى، ان كان الاسبوع ده ولا الاسبوع اللي جاي، واتيفر، انت عارف ميعادك امتى وحصتك امتى. ولو سمحت اوعى تنسى كتاب المعمل، لان كتاب المعمل الدرجة اللي انت واخدها عليه هتتسجل في ورقة امتحان العملي. ماشي كده؟ وطبعا مراجعين ومذاكرين اللاب شيت علشان الايه، علشان الشيت اللي هيجي لنا منه في الامتحان. ماشي يا شباب؟ طيب النهارده بقى نبتدي مع بعض في الالكتروكيمستري، وهو ده الشابتر اللي هنبتدي نتكلم فيه النهارده. زي ما قلت لك انت الى حد ما يعني عندك فكره عن موضوع الالكتروكيمستري ده من ثانويه عامه. بصوا يا شباب، الالكتروكيمستري مفروض انها من العلوم الاساسيه او من الفروع الاساسيه للكيمستري،
وعايزين نقول ان انواع الالكتروكيميكال سيلز كتيره كتيره، لانها بتشمل معاها البطاريات المختلفه اللي طبعا اصبح استخدامها دلوقتي لا غنى عنه وتوسعت جدا، بما في ذلك البطاريات اللي اصبحت مستخدمه في كل الاجهزه الذكيه اللي موجوده دلوقتي، موبايلات، نوتس، لابتوب، كل. فاذا موضوع البطاريات ده توسع جدا، والتكنولوجيا فيه بقت عاليه قوي، يمكن اكتر من لما كنا بنتكلم على موضوع الباتريز او البطاريات ده من 30 سنه فاتت. مثلا من 30 سنه فاتت كان موضوع الباتريز حاجات محدده ومعروفه، البطاريات اللي بتستخدم في العربيات او لأجهزة كهربائية محدودة، لكن دلوقتي الموضوع توسع جدا. إذا برانش الإلكتروكيمستري لا يتراجع أبدا، زي ما بيقولوا يعني إيه، ما موجود وحاضر في الصورة باستمرار، ولذلك أنواع الإلكتروكيميكال سيلز كتير. ولكن إحنا طبعا لضيق الوقت، وده للأسف يعني، بناخد أو بنفتكر مع بعض أساسيات. أنت هتدرس معايا نوعين، أو بالتحديد علشان نبقى الكلام بتاعنا دقيق، الكلام بتاعنا في الشابتر كله منصب بشرح وبمسائل وكله على نوع واحد فقط. النوع الثاني هو اللي باين قدامك على الشاشة ده، وجاست إن أنا بعمل لدماغك تذكرة بيه عشان نبتدي ننشط دماغنا كده ونفتكر مع بعض الإلكتروكيمستري. لكن النوع اللي موجود قدامك دلوقتي على الشاشة ده انت اوريدي عارفه من قبل كده، جاست ان انا ايه بفكرك بيه بس عشان يبقى مدخل لينا بالنسبة للكلام بتاعنا، لكن هو يعني مش موضع سؤال. اول نوع تم اكتشافه والعلماء بتوع الالكتروكيمستري اشتغلوا عليه من انواع الالكتروكيميكال سيلز هي الخلية دي، الالكتروليتك سيل. الالكتروليتك سيل ببساطة يا شباب، زي ما انتم متعودين على منظرها وشفتوها قبل كده، هي عبارة عن ان انت بتجيب عندك كونتينر تحط فيه الكتروليتك سوليوشن او المولتن ستيت بتاعة الالكترولايت، يعني على حسب طبيعة الالكتروليتك ماتيريال اللي انت هتستخدمه. طبعا انت واخد بالك ما هي الالكتروليتك ماتيريال في الاساس. الالكتروليتك ماتيريال في الاساس هي الماده الكومبليتلي ايونايزد في الووتر، اللي بتتفكك تماما لايونات في الميه، زي ايه؟ زي كل الاملاح. يبقى انا دلوقتي لما اجي اقول لك ال NaCl مثلا، انا جاست ان انا بجيب ال NaCl السولت بتاعي ده هو، وابتدي ان انا احطه في الميه اهو. ادي ال NaCl السوليد، اول ما ببتدي اعمل له عمليه اذابه في الميه تمام، بيبقى كومبليتلي ايونايز لل NaCl لل Na بوزيتيف والكلورايد الماينس. ويهمني قوي ان انت تبقى واخد بالك ان السهم كده هو سهم واحد مفيش غيره، فورورد دايركشن completely ionization، يعني لما بتحط ال NaCl في الميه عايز اقول كده بالظبط، يعني ال NaCl في الصوره الموليكولر، الصوره السوليد، ملح الطعام اللي انت واخد عليه ده، اول ما بيدوب في الميه ما بيبقاش بالصوره الموليكولر دي، ولكنه بيتفكك تماما الى ايون. سواء بقى انت بتتكلم على سوليوشن، يعني لو انت دوبته في الميه يعني، او ما استعملتش الميه خالص وعملت له عمليه ان السوليد NaCl ده، زي الرسمه اللي هي موجوده عندنا في الفايل، ان السوليد NaCl ده عملت له عمليه ايه؟ فيوجن. طب انت هتيجي تقول لي ايه الفرق؟ مش عايزين ندخل في قصص فرعيه شويه في الكلام بتاعنا وملهاش لازمه، لكن عامه في بعض الالكترولايتس ومن ضمنها ال NaCl عملية توصيل التيار الكهربي من خلاله في الصورة المولتن أو الصورة المنصهرة، الصورة المنصهرة بيبقى أفضل من الصورة إن هو يبقى أنت مدوبه في مية. وال NaCl واحد من الالكترولايتس اللي فيه الموضوع ده، إن لو هو في المولتن ستيت يوصل الكهرباء
افضل من ان هو يبقى في الايه يعني في صورة سليوشن، ان انت مدوبه ايه في ميه. طيب انا هفترض بقى وات ايفر مولتن ولا السليوشن مش فارقه، فببتدي اجيب ال ان اس ال بتاعي هنا، وابتدي اجيب تو بيسز موجودين عندي في الالكتروليتيك سيل. بيفضل يا شباب ان هم يكونوا ايه، نقرا كده حته من الباراجراف على طول السطر اللي تحت الدياجرام بتاعي، انرت الكترودز من الجرافيت او من الكربون، لان معروف ان الكربون في الصوره النقيه بتاعته كده بيكون الى حد بعيد جدا انرت، وما بيتفاعلش كيميائيا مع الحاجه اللي بيبقى موجود معاها. يبقى انرت الكترودز من الجرافيت او من الكربون السوليد انسرتد، بحطهم في المولتن ستيت او في السوليوشن بتاعي، وببتدي اوصلهم باسلاك التوصيل الخارجيه بمصدر للتيار الكهربي الا وهو البطاريه، وزي ما هو عامل لك هنا زي ما يكون دون اللي هو العمود الجاف او البطاريات بتاعتنا، البطاريه القلم ولا الحجاره اللي انت بتستعملها دي. فالبيس اوف ميتال او سوري البيس اوف كربون اللي انت بتوصلها بالبوزيتيف بول بتاع البتري بسميها ايه؟ انود. خلي بالك بقى بنفتكر مع بعض زي ما بيقولوا كده مفردات اللغه بتاعت الالكتروكيمستري، ان انت اي تو بيسز اوف ميتال كربون او اي حاجه هتستعملها في الكتروكيميكال سيلز بيطلق عليهم لفظ الكترود زي ما هو كاتب لك كده الكترود، لان انت ايه ابتديت تستخدمه في الكتروكيميكال سيل. فالالكترود اللي هيتوصل بالقطب الموجب للبطاريه هيبقى هو الانود، واللي هيتوصل بالقطب السالب هيبقى هو الكاثود. حلو جدا، تمام تمام جاست ان انت عملت التوصيل بتاعك بالمنظر ده، انت كده عندك في الالكتروليتيك سيل حاجه مهمه جدا، ان انت في عندك مصدر لتيار كهربي، ان انت البطاريه بتبتدي تمرر التيار الكهربي عندي في الخليه. بتبص بقى ايه، تلاقي ان الالكترونز من النيجاتيف تيرمينال بتاع البطاريه تو ذا كاثود، او زي ما هو عامل لك كده، يبقى الالكترونات من النيجاتيف بول بتاع السورس بتاعي او الباتري بتاعي للكاثود او للنيجاتيف الكترود، فبتبتدي تجذب اليها مين زي ما انت شايف في الرسمه كده، الكترونات هتروح على الكاثود تبتدي تجذب اليها الصوديوم ايونز البوزيتيف اللي موجوده في السوليوشن او اللي موجوده في المولتن فيز اللي عندي. ليه؟ طبعا بتاثير اختلاف الشحنه، الصوديوم ايونز عايزه تبقى مور ستيبل. مور ستيبل يعني ايه؟ يعني تاخد او تحصل على الالكترون اللي ناقصها ده. ما هو ال Na بوزيتيف ايون ده معناه ايه؟ ده معناه ان الاوتر موست انرجي ليفل، الاوتر موست انرجي ليفل في الايون دون ناقصه الكترون، لو حصل عليه هيتحول لمور ستيبل ستيت الا وهو الصوديوم اتوم، هيرجع تاني من ايون لاتوم. يبقى كده بقى ايه؟ يبقى كده رجع لحاله الاستابيليتي بتاعته، وهو ده اللي بيحصل، ان الصوديوم ايونز عايزه تتحول لصوديوم اتومز من خلال انها بيبتدي يحصل لها مايجريشن ناحيه الكاثود، وكل صوديوم ايون جين ان الكترون. عمليه الجين اوف الكترونز دي افكرك بقى كنا بنسميها ايه؟ كنا بنسميها عمليه الريدكشن. يبقى بالظبط ايه هو الالكتروكيميكال رياكشن اللي بيتم عند الكاثود؟ اهو الصوديوم ايون هيروح عند الكاثود، كل صوديوم ايون هيروح عند الكاثود ياخد الكترون ويتحول للصوديوم اتوم. امال السهم اللي نزل ده معناه ايه؟ ان الصوديوم اتوم دي تبتدي مالها ديبوستد على الكاثود سيرفيس، تبتدي انها تترسب على سطح الكاثود بتاعي، لانها خدت الالكترون بتاعها خلاص اتحولت لصوديوم اتوم، هوب بتلزق وهكذا. دي عمليه الايه؟ الريدكشن بروسيس او الجين اوف الكترونز. ومن هنا نفتكر مع بعض حاجه مهمه جدا، ان في الالكتروكيميكال سيلز، في اي الكتروكيميكال سيلز، ودي قاعده عامه، اي الكتروكيميكال سيل الكاثود
هو اللي بيحصل عنده عملية الجين اوف الكترونز، يعني هو اللي بيحصل عنده عملية الريدكشن. دي قاعدة ثابتة سواء انا بتكلم على الكتروليتيك سيل او ما يستجد بعد كده من انواع الالكتروكيميكال سيلز اللي بتدرس او اللي المفروض هنشوف ايه هنشوفها يعني. تمام، حلو جدا. وفي نفس الوقت انت عندك النيجاتيف كلورايد ايونز، تمام، هتبتدي تتجه برضو بتأثير اختلاف الشحنات ناحية الانود اللي متصل بالقطب الموجب للبطارية. ليه؟ علشان هو برضو الكلورايد ايونز مش ستيبل. سي ال ماينس معناه ايه؟ معناه انه محمل بالكترون زيادة، محمل بالكترون زيادة، ممكن ان هو ايه عايز ان هو ايه يخلص منه، تمام، عشان يتحول لكلورين اتوم ستيبل. فاللي بيحصل ايه؟ ان النيجاتيف كلورين ايونز مايجريت توورد الانود اند الريليز الكترونز، بتبتدي انها تفقد الالكترون الزيادة اللي عندها ده، عايزة تخلص منه. ايه بقى ازاي؟ ايه ازاي اوكسيدايز تو فورم كلورين اتومز. يبقى ما هي المقصود بعملية الاوكسيديشن؟ عملية الاوكسيديشن هي فقد الالكترونات او لوس اوف الكترونز. يبقى ايه اللي بيحصل بالظبط عند الكاثود سيرفيس؟ كل اتنين كلورايد ايونز زي ما انت شايف اللي هم اتنين سي ال ماينس، كل واحد فيهم هيفقد الالكترون بتاعه ويتحولوا لسي ال اتومز. ايوه كده صح. يبقى كل يبقى كل اتنين سي ال ايونز يفقدوا الاتنين الكترون بتاعهم ويتحدوا مع بعض ويديوني السي ال 2 جاس، والسهم اللي فوق ده معناه ايه؟ ان الغاز الكلور بيبتدي يتصاعد عند الانود، وده اللي واضح في الصوره اهو، بيقول لك سي ال بابلز، يعني تبص تلاقي عند الانود ابتدت فيه ايه؟ فقاعات كده تظهر في السوليوشن بتاعك. الفقاعات دي هي عبارة عن غاز الكلور اللي بيخرج. يبقى الانود بيحصل عنده ايه يا شباب؟ الانود بيحصل عنده عملية اللوس اوف الكترونز، يعني بيحصل عنده عملية الاوكسيديشن. ادي دون ببساطة جدا وبتذكرة سريعة ايه اللي كان بيحصل في الالكتروليتيك سيل التي تحتوي على سورس اوف الكتريك انرجي او سورس اوف الكتريك كارنت، الا وهي الباتري او البطاريه. يبقى انا دلوقتي فكره عمل الالكتروليتك سيل كانها ايه؟ اقدر اقول، والسطر ده مهم جدا، يبقى اذا في الالكتروليتك سيل سيادتك حولت الالكتريكال انرجي انتو كيميكال انرجي. الكتريكال انرجي تيار مر في الخليه، التيار اللي مر في الخليه ده عمل ايه؟ عمل الكلام اللي سيادتك شايفه ده، عمل ايه؟ عمل الالكتروكيميكال رياكشنز دي، عمليه ريدكشن واكتساب الالكترونات، ويحصل ديبوزيشن على الكاثود سيرفيس، وعند الانود يحصل اوكسيديشن وفقد الكترونات وغاز الكلوريا. يبقى الكلام ده كله ما كانش هيحصل خالص لو ما كانش في تيار مر في المولتن فيز او السوليوشن فيز اللي موجود عندي في الالكتروليتيك سيل. بس ادي ده كل اللي في الالكتروليتيك سيل، وزي ما انت يمكن درستها قبل كده. فيها اي حاجه مش واضحه يا شباب؟ طيب انا بقى طالما افتكرنا الالكتروليتيك سيل كده، يعني ابتدت بقى ايه دماغي ابتدت تفتكر كده وعرفت الالكتروليتيك سيل وتيار كهربي بيمر وبحول الايه الالكتريك انرجي الى كيميكال انرجي، نبتدي بقى نشوف نوع اخر من الالكتروكيميكال سيلز، الا وهي الجالفانيك سيلز. والجالفانيك سيلز دي بقى هي اللي تهمني في الشابتر، وهي الكلام كله في الشابتر عليها، الكلام كله في الايه في الشابتر عليها. جالفانيك سيل يا شباب نسبة الى العالم الايطالي جالفاني، هو اول من توصل او اخترع السيل دي. وعلى فكرة ساعات تبص تلاقي في النت او في بعض التكست بوكس اللي خاصة بالجنرال والفيزيكال كيمستري، لما يجي يكلمك على الالكترو كيمستري ساعات بيسمي الجالفانيك سيل دانيال سيل، وده صح برضه، لان جالفاني ودانيال هما العالمين دول هما تعاونوا مع بعض
جالفانو وأليساندرو دانيال هم اللي تعاونوا مع بعض وتوصلوا إلى الإيه؟ إلى الاستراكشر دون، وقدروا إن هم يعملوا بيه ثورة في عالم الإلكتروكيمستري. ليه؟ لأن الحقيقة زي ما هنشوف دلوقتي بقى الجالفانيك سيل، وأعتقد برضو يمكن تكون أخدت عنها فكرة برضو في ثانوية عامة، الثورة اللي حصلت في مجال الإلكتروكيمستري من الجالفانيك سيل بينبع من الفكرة بتاعتها. الفكرة بتاعتها عكس الإلكتروليتيك سيل تماما، إن أنت هتبتدي إزاي تحصل على إلكتريك إنرجي من كيميكال إنرجي. يعني أبص ألاقي كده، تعالى كده، الناس دي عملوا إيه؟ الخلية او الرسمه اللي موجوده او الدياجرام او السكتش اللي موجود قدامك ده اول جالفانيك سيل جالفاني ودانيال عملوها وتوصلوا منها الى الكلام اللي هم استنتجوه، الا وهي ايه؟ جاب تو الكترودز مختلفين، بيس اوف زنك، قطعه من الزنك، وحطها في محلول احد املاحه، يعني حط الزنك في زنك صلفيت، وجاب الكترود اخر بيس اوف كوبر ميتال، قطعه من الكوبر ميتال، وحطها في محلول احد املاحه الا وهو الكوبر سلفيت اللي بيتميز باللون الازرق. الكوبر سلفيت بقى سليوشن بيبقى لونه ازرق. حلو كده؟ وقام جايب اسلاك توصيل ووصل اسلاك التوصيل دي ما بين الزنك والكوبر، وفي نص السيركت بتاعته حط اللي انت شايفه ده اي جهاز من اجهزه قياس الفولتج او البوتنشال ديفرنس، فولتاميتر، جالفانوميتر، يعني الحاجات دي. طبعا في الوقت ده كان الفولتاميتر ابتدى يظهر من قياسات الالكتريستي والشغل بتاع الالكتريستي. حلو كده؟ طب في عندي كمان يو شيبد جلاس تيوب، يعني جلاس تيوب على شكل حرف يو، بالنسبه ليه؟ ما يتناسب مع الاستراكشر بتاع الجالفانيك سيل اللي قدامي، حاطط فيها سوليوشن بوتاسيوم صلفيت، يعني بحط فيها دايما الكتروليتيك سوليوشن تركيبه يتناسب مع تركيب السوليوشن اللي موجوده في الجالفانيك سيل دي. انا مش عايز اليو شيبد جلاس تيوب دي تاخد حيز كبير قوي من تفكيرك، لانها ما هياش مربط الفرس زي ما بيقولوا، ما هياش مربط في الفرس في موضوعنا. لكن انا هبقى اقول لك سريعا بس لما اقول الشيء الاساسي اللي احنا عايزين نعرفه من الجالفانيك سيل، هبقى اقول لك هي دورها ايه. لكن هي فيها مثلا هنا ما يناسب تركيب الزنك صلفيت والكبر صلفيت اللي موجودين في السيل، ان انا احط فيها بوتاسيوم صلفيت سليوشن. بيسموها ايه اليو شيبد جلاس تيوب دي؟ بيسموها سولت بريدج. طب ما هو البوتاسيوم صلفيت كده هيتدلق في المحاليل بتاعتي. لا، ما تدلقش ولا حاجه، زي ما هو مشاور لك كده النهايات بتاعتها بتبقى كوتون بلاجز، يعني قطع قطن سميكه، وهو في كتير من الاحيان على فكره ما بتبقاش قطن، بتبقى رابر، يعني بتبقى من الكاوتش. وطبعا الكاوتش السميك برضه بيحتوي على فيري فاين بورز او ثقوب رفيعة جدا بتبقى موجودة فيه. دي بتسمح بإيه يا شباب؟ الفاين بورز دي بتسمح بالمايجريشن اوف ايونز، يعني عملية انتقال الايونات ما بين السليوشنز اللي موجودة في الجالفانيك سيل وما بين السليوشن اللي موجود في السولت بريدج. ما علينا من الجزء ده دلوقتي، المهم نرجع للاستراكشر الاساسي بتاع الجالفانيك سيل. جلفاني لما جه عمل الاستراكشر ده، واخد بالك، خلي بالك طبعا اهم شيء في الاستراكشر اللي انت شايفه قدامك ان انت ما عندكش مصدر لتيار كهربي، فهنا ما فيش بطارية، واخد بالك، ما عندكش مصدر للتيار الكهربي. حلو قوي. طيب لما جلفاني جه عمل سيل بالمنظر ده، واستنى كده عليها شوية، لاحظ ايه؟ لاحظ ان المؤشر بتاع الجالفانوميتر اللي موجود او بتاع الفولتاميتر اللي موجود بيبتدي يحصل فيه ديفليكشن او انحراف، ويقرا لك قرايه بوتنشال ديفرنس معينه. الله، طب ما الكلام ده معناه بقى ان في تيار مر في الخليه. اه تمام، ده هو ده اللي حصل. طب
تفسير الكلام ده ايه بقى؟ تفسير الكلام ده تعالى كده نشوف تحت الرسمة، شايف خد السهم ده وكأنه بيكبر لك المنظر بتاع الزنك الكترود ده. ايه اللي بيبتدي يحصل للزنك؟ الكور الرمادي دي عبارة عن انها الزنك اتوم، بيبتدي يحصل لها اوكسيديشن، يعني تتحول لزنك بلس 2 وتفقد الكترونات، تتحول لزنك بلس 2 زائد 2 الكترون زي ما هو كاتب لك في الايكويشن اللي تحتها اهو. يبقى الزنك از اوكسيدايز للزنك بلس 2، تمام؟ والزنك بلس 2 دي بتنزل في المحلول، لذلك كتب تحتها اي كيو يعني اكويس، يعني بتنزل في المحلول. الاتومز بتاعت الزنك السوليد بيبتدي يحصل لها اوكسيديشن فتتحول للزنك بلس 2 اكويس ويخرج 2 الكترون. خلي بالك ان انا لغايه اللحظه دي كنت متعمد في الكلام بتاعي لما عملنا الاستراكشر بتاع السيل ده، ان انا ما اقولكش مين الانود ومين الكاثود، لان هي فعلا في الحقيقه مش واضحه. لكن ابتدت تتضح دلوقتي. انا قلت لك ايه في اول الكلام؟ قلت لك في كل انواع الالكتروكيميكال سيل الالكترود اللي هيحصل عنده عمليه الاوكسيديشن او اللوس اوف الكترونز هيبقى هو الانود، وبالتالي طالما الزنك حصلت عنده هنا عمليه الاوكسيديشن زي ما احنا شايفين، يبقى اذا الزنك هو الايه؟ الانود. حلو جدا. طب والالكترونات يا عم؟ السهم الاحمر ده الزنك اتوم اتحولت لزنك بلس 2 ايونز نزلت في المحلول. شايف السهم الاحمر الفيرتيكال ده؟ ده اتجاه الالكترونات، بيخرج بقى من الزنك انود ويمشي في الاسلاك الخارجيه زي ما انت شايف كده في الرسمه، ويبتدي يروح ناحيه الكبر الكترود. وطبعا طالما الاسلاك الخارجيه للتوصيل ابتدى يمشي فيها الكترونات، خلاص ما ده كده يبقى تيار كهربي. ما انت عارف ان التيار الكهربي في الاساس ما هو الا ستريم اوف الكترونز، تيار من الالكترونات. حلو جدا. الالكترونات دي لما راحت الناحية التانية على الكبر الكترود، بص بقى كأننا هنكبر برضو ايه جزء من الكبر الكترود. الكور اللي هي لونها وردي دي عبارة عن انها ايه؟ الكبر اتومز. ايه بقى اللي يحصل هنا؟ السي يو بلس 2 ايونز اللي موجودة في السليوشن، تمام، يبتدي تنجذب اليها الالكترونات، تنجذب اليها الالكترونات اللي كانت وصلت للكاثود من فوق من الاسلاك الخارجيه. يبتدي السي يو بلس 2 ايونز ياخد الالكترونات جين اوف الكترون ويتحول للسي يو اتوم ديبوستد على سطح الايه؟ الكاثود. اهو شايف المعادله، يبقى 2 الكترون بلس السي يو بلس 2 الاكويس اللي هي ايونات السي يو بلس 2 اللي موجوده في المحلول، خدت الالكترونات اللي راحت الناحية التانية وتحولت لسي يو سوليد، ابتدت تترسب على سطح الكاثود، تمام. وجه بقى عمل لك كده في المعادلة اللي في الوسط دي، قال لك عليها النت رياكشن. يبقى الرياكشن بقى الكلي او التوتال رياكشن بتاع الخلية ايه؟ ان الزنك حصل له اوكسيديشن اتحول لزنك بلس 2، والاتنين الكترون خدتهم ايونات السي يو بلس 2 وتحولت للسي يو السوليد. يبقى الزنك السوليد زائد السي يو بلس 2 الاكويس ادانا الزنك بلس 2 زائد السي يو السوليد. وطالما الكبر الكترود حصل عنده عمليه الريدكشن، اذا هو الكاثود، تمام يا شباب. ادي دون بمنتهى الاختصار ومنتهى البساطه فكره عمل او الايه الشغل اللي بيحصل في الجالفانيك سيل. الزنك اوكسيدايز لزنك بلس 2 ايونز وايل السي يو بلس 2 ايونز ار ريديوسد، تمام. ورجعت انا كتبت لك حتى تاني بالتفصيل اهو، عند الزنك الكترود ايه اللي حصل وعند السي يو الكترود ايه اللي حصل، تمام. وهنا يبقى الفكره بتاعت عمل الخليه ايه؟ عكس الالكتروليتيك سيل تماما. انت من خلال الرياكشنز اللي حصلت دي، ها، يبقى الكيميكال انرجي كونفرتد انتو الكتريك انرجي. يبقى اذا انا عندي هنا
في الجالفانيك سيل اهو، يبقى اذا في الجالفانيك سيل يبقى عندي الايه الكيميكال انرجي مالها converted to electric energy. طيب في سؤال كده لسه فاضل، ايه هو؟ بالنسبة للانود والكاثود في الجالفانيك سيل، مين فيهم النيجاتيف الكترود ومين فيهم البوزيتيف الكترود؟ اه يبقى اجي اقول بقى، خلي بالك ان انا هنا عندي في الجالفانيك سيل، في الجالفانيك سيل ها الانود هو النيجاتيف الكترود، خلي بالك ده فرق مهم ايه عن الالكتروليتيك سيل. هناك كانت الانود البوزيتيف الكترود لان انت بتوصله بالقطب الموجب للبطاريه، انت هنا ما عندكش بطاريه، طب مين هيبقى نيجاتيف ومين هيبقى بوزيتيف؟ لا الانود هنا هو النيجاتيف الكترود. طب ليه بقى؟ لان ببساطه زي ما انت شفت مثلا بالنسبه للزنك، ها الزنك السوليد بيتحول للزنك بلس 2 الاكويس اللي بتنزل في المحلول ويخرج الاثنين الكترون. اذا دلوقتي الانود هو عباره عن ايه؟ حتى تلاقيه في بعض الكتب بيقول لك كده، بيقول لك اللي انا بكتبه ده act as a pump for electrons، يعني كانه مضخه عملت ايه تضخ لي الكترونات جوه السيل. نتيجه ايه؟ نتيجه عمليه الاكسديشن اللي بتحصل. يبقى لا يمكن ابدا يكون في الجالفانيك سيل الانود اللي بيحصل عنده عمليه الاكسديشن واللوس اوف الكترونز هو باستمرار مصدر النيجاتيف تشارج في الخليه، ويبقى من المنطقي جدا ان هو يبقى النيجاتيف الكترود. بينما الكاثود، بينما الكاثود بيبقى البوزيتيف الكترود، تمام. وتبص تلاقيهم برضو دايما في الكتب يجوا يقول لك ايه، بيبقى اكت از دايما الكلمه دي سينك فور الكترونز. يعني ايه سينك؟ سينك دي بالانجلش يعني اس اي ان كي، سينك دي يعني سوري يعني في اللفظ يعني بلاعه، بيبلع الالكترونات مهما انت، مهما انت جبت له الكترونات مستعد لاستقبالها بيبلعها، مفيش عنده مشاكل. يبقى بالتالي الكاثود هو البوزيتيف الكترود، تمام. حلو جدا، يبقى انا كده عرفت ما يخص الجالفانيك سيل مشيت ازاي. عايز اقول بقى لو رجعنا تاني لرسمتنا سريعا جدا كده، بس ايه هو الدور بتاع السولت بريدج علشان بس ما تتنكش محير دماغك فيها وتقعد تقول بتعمل ايه وبتساوي ايه، ولو ان زي ما قلت لك ده مش هيبقى موضوع السؤال. السولت بريدج بتحافظ على استمرار عمل الخليه يعني لفترات زمنيه طويله. ليه بقى؟ لان انا نتخيل كده ان السيل بتاعتي دي انا عاملها من غير سولت بريدج، هتشتغل شويه عادي جدا زي ما قلنا ويبقى في بوتنشال ديفرنس وتيار وبتاع واخد بالك، لكن بعد شويه هبص الاقيها تقف. ليه هتقف؟ نتيجة لأن ممكن يحصل ديكومبوزيشن للسليوشنز اللي في الجالفانيك سيل دي، يعني السليوشنز اللي في الجالفانيك سيل دي تبوظ. ليه تبوظ؟ أقول لك، هو أنت دلوقتي في عندك الزنك الكترود عمال بيعمل عملية أوكسيديشن، يعني عمال ينزل أيونات زنك بلس 2 في المحلول، كترت جدا، كترت جدا، وبقت أكتر من أيونات الصلفيت اللي موجودة. خلاص يبقى الكيميكال كومبوزيشن للسوليوشن باظ، ده ما يعتبرش زنك سلفيت سوليوشن، عندك ايونات زنك كتير عماله بتنزل وما يبقاش التركيب الكيميكال بتاع زنك سلفيت كل اللي يبقى يعني كل الوصف اللي انت تقدر توصفه في الحاله دي لهذا السوليوشن في الهاف سيل دي. خلي بالك بقى من الالفاظ، ما هو ده يعتبر هاف سيل والجزء ده آخر يعتبر هاف سيل،
الانود هفصل، الكاثود هفصل، نص الخلية بتاع الانود نص الخلية بتاع الكاثود. كل اللي انت تقدر تقوله في الحالة دي على السوليوشن اللي هنا ان هو اصبح بوزيتيفلي تشارجد ميديم، يعني وسط فيه شحنة موجبة زيادة. طب الناحية التانية السيناريو يبقى ايه؟ السيناريو يبقى العكس، ما ايونات الكبر بلس 2 اللي موجودة في السوليوشن بتاع الكبر سلفيت طول ما هي شايفة الكترونات عمالة تروح للكاثود سيرفس زي ما الرسمة المتكبرة دي بتورينا، ايونات السي يو بلس 2 تاخد الالكترونات دي او الالكترونات يعني تنجذب ليها وتقعد تتحول للسي يو اتومز ديبوستد على الكاثود سيرفس، مش هتقف العملية. ابص الاقي بعد شويه برضو يحصل ديكومبوزيشن او تغير في تركيب الكبر سلفيت وبيبوظ المحلول لانه اصبح فيه ايونات سلفيت كتير جدا وايونات كبر بلس 2 تم يعني فقدها بانها تحولت للسي يو اتومز ديبوستد على الكاثود، فالخليه تقف لان المحاليل ما بقتش مظبوطه. لكن وجود السولت بريدج بقى يعمل ايه؟ السولت بريدج انت دلوقتي عندك بوزيتيفلي تشارجد ميديوم في الجزء بتاع الانود نتيجه ان انت كتر عندك شويه ايونات الزنك بلس طول في المحلول بالنسبه لايونات السلفيت. يبقى بتاثير اختلاف الشحنات زي ما عامل لك في الرسمه كده، تبتدي ايونات السلفيت اللي موجوده في محلول البوتاسيوم سلفيت اللي في السولت بريدج تنزل بتأثير جذب الشحنة الموجبة ليها وتبتدي تعدي علشان تنجذب لأيونات الزنك بلس 2، يقوم يتن المحلول اللي في نص الخلية بتاع الأنود تركيبه زنك سلفيت ما باصش. طبعا عايز أقول إن العملية دي بتتم بمقدار أو يعني بمنتهى الدقة، يعني إيه؟ يعني مش شوية أيونات سلفيت، لا عدد معين من ايونات السلفيت بينزل ايه مساوي لايونات او مساوي للاكسس زنك بلس 2 ايونز الموجوده عشان يبقى زنك سلفيت. هتيجي انت تقول لي الله، ساعتها هتيجي تقول لي الله، طب ما يبقى البوتاسيوم سلفيت اللي في السولت بريدج هو اللي هيبوظ، ما انت بتاخد ايونات السلفيت بتاعته. لا استنى بقى، ما هو في نص الخليه بتاعت الكبر بتاعت الكاثود انت اوريدي عندك ايونات صلفيت زياده. تبتدي ايونات الصلفيت الزياده دي بتاثير الشحنه الموجبه بتاع ايونات البوتاسيوم اللي ازدادت لحظيا في السولت بريدج لما فقدت من ايونات الصلفيت بتاعتها، اصبح البوتاسيوم ايونز اكتر، تيجي جاذبه اليها ايونات الصلفيت الزياده اللي موجوده في محلول الكبر صلفيت تنفذ من خلال البلاجز اللي موجودة عندي، وبالتالي يفضل عندي في السولت بريدج ايه بوتاسيوم صلفيت. لو انت ركزت في الدورة اللي انا قلتها دي يبقى كأنك انت عمال بتتكلم على مسار مغلق او دايرة مغلقة للصلفيت جوه الايه السيل بتاعتك، وبالتالي السيل تستمر ايه شغالة. تمام يا شباب؟ يعني ده اللي انا عايزك تعرفه بالنسبه للسولت بريدج، بس ايه هي يعني وظيفتها ايه، لكن يعني الميكانيزم بتاع وظيفتها ده ما يبقاش موضع سؤال، يعني انت بس عشان تفهم الدنيا ماشيه ازاي. الحته اللي بعد كده، طيب طبعا لما جلفاني عمل الخليه دي يعني زي ما بتقولوا ايه او يعني زي ما بنقول ايه، في باب اتفتح، في باب اتفتح، ابتدت الناس تشتغل ويقول لك بقى طيب ما احنا نعمم الموضوع، فليك بقى ان انت تتخيل اي تو ديفرنت اليمنتس احطهم وكل واحد في محلول ملح خاص بيه ووصل باسلاك ومش عارف ايه واشتغل يا جدع. يبقى اذا انا عندي عدد لا نهائي من الجلفانيك سيلز ممكن اعمله. كل ما بقى عندي جلفانيك سيل معينه عشان اتكلم عليها نقعد نرسم الرسمه دي كلها ونقرا الثلاث جرايد اللي احنا قريناهم دول، لا مش كده بقى. فالعلماء قال لك لا، تعال نحاول نعمل زي حاجه رمز كده او بنسميه نوتيشن او دايجرام كده صغير، لما نيجي بمجموعه من الرموز او بشكل معين لما نيجي نكتبه يجي في دماغ الواحد على طول تصور للشكل بتاع السيل دي من غير ما نقعد نرسم ونكتب الكلام ده كله.
ألا وهو إيه يا شباب؟ ما يسمى بالسيل دايجرام أو السيل نوتيشن. السيل دايجرام أو السيل نوتيشن، وطبعا لازم نعرفه ونخلي بالنا منه، لأن ساعات في المسألة بيجي لك النوتيشن، فأنت تبقى إيه عارف تفسر النوتيشن اللي قدامك ده عبارة عن إيه. النوتيشن ده عبارة عن إيه يا شباب؟ كأن أنا باخد كروس سيكشن أو قطاع مستعرض كده في الجلفانيك سيل بتاعتي من الشمال لليمين، وببتدي اكتب ايه الحاجات اللي انا بقابلها في سكتي وانا ماشي من الشمال لليمين بالترتيب، بس ابتداء بايه؟ ابتداء بالانود. يعني هتبتدي من الشمال لليمين، من الانود للكاثود، ابتداء بالانود. يبقى انا اول حاجه قابلتها مين؟ الزنك السوليد اهو، قمت جاي كاتبه الزنك السوليد. السلاش دي معناها ايه؟ الفيزيكال مينينج للسلاش دي ايه؟ الفيزيكال مينينج للسلاش دي هو اختلاف الفيز. ما هو الزنك السوليد بعد كده انت مقابلك ايه؟ زنك سلفيت سوليوشن. يبقى السلاش دي لما حد يشوفها في النوتيشن يجي في دماغه على طول، ده السوليد واللي بعديه سوليوشن او ليكويد ستيت يعني. يبقى زنك في زنك سلفيت اكويس كونسنتريشن 1 مولر. خلي بالك نسينا نتكلم على الحتة دي في من بداية كلامنا. كل القياسات اللي ابتدت على الجالفانيك سيل من بداية الموضوع هي قياسات في الستاندر كونديشنز، في الظروف القياسية، ألا وهي إيه؟ ألا وهي طبعا البريشر ال 1 اتموسفير، والروم تمبريتشر اللي هي درجة الحرارة 25، وزود عليهم إيه كمان بقى؟ إن الكونسنتريشن بتاع السوليوشنز اللي تبقى في الجالفانيك سيل سواء في النص بتاع الانود او في النص بتاع الكاثود يبقى الكونسنتريشن بتاعها 1 مولر. يبقى الكونسنتريشن بتاعها 1 مولر، دي الظروف الستاندرد. حلو كده؟ يبقى زنك سلفيت اكويس 1 مولر. الدبل سلاش دي يبقى السولت بريدج، ما هي دي اللي انت فعلا بتقابلها على طول بعد كده. يبقى زنك سلاش زنك سلفيت دبل سلاش يعني سولت بريدج، قابلت بعدها مين؟ السي يو اس او 4 الاكويس كونسنتريشن 1 مولر سلاش السي يو السوليد. يبقى انت كده عملت السيل دايجرام مظبوط للسيل اللي عندك، تمام؟ وممكن يتكتب كده، يعني ممكن يتكتب على فكرة بصورة مختصرة بالشكل ده. تيجي ممكن تكتبه كده اهو، الزنك الصوليد سلاش زنك بلس 2 اكويس السولت بريدج سي يو بلس 2 اكويس شرطه الايه السي يو الصوليد. ممكن يتكتب اختصارا كده، تمام؟ ويبقى ده الانود هاف سيل، ويبقى الناحية التانية ده الكاثود هاف سيل. هنا اللي واضح عندي عملية الايه؟ الاكسديشن. زنك بقى زنك بلس 2، هنا سي يو بلس 2 بقى سي يو. يبقى هنا واضح عندي ان ده ريدكشن، تمام يا شباب؟ واضح ان ده عندي بقى ريدكشن، كويس كده؟ طيب كده احنا عرفنا كل ما يخص الجلفانيك سيل عندي اشتغلت ازاي، النوتيشن ايه، السولت بريدج بيحصل ايه. هنا بقى يجي السؤال مهم جدا لو انت مركز معايا وانا بتكلم، واحد ممكن يسأله لنفسه، طيب معلش يا دكتور انت بنيت الشرح بتاعك ده كله والهيصه اللي انت قلتها دي كلها على حاجه ايه؟ ايه معرفش انت افترضتها ولا جبتها منين، اللي هي ايه؟ ان الزنك هو اللي اشتغل انود والكبر هو اللي اشتغل كاثود. الله، طب ببساطة يعني ليه ما يكونش العكس؟ هو بقى ده السؤال اللي جاي، واجابتنا على السؤال ده هو الموضوع ده. طبعا الانود سوري الزنك اشتغل انود والكبر اشتغل كاثود نتيجه لان في حاجه اسمها الستاندر الكترود بوتنشال، واللي بنرمز له بالرمز اي كابيتال نود زي ما انت شايف كده. الستاندر الكترود بوتنشال ده طالما انت
مستخدم في الجالفانيك سيل بتاعتك تو اليمنتس مختلفين، فلازم هينشأ ما بينهم بوتنشال ديفرنس، واحد فيهم هيشتغل انود يحصل عنده اوكسيديشن، والتاني يشتغل كاثود ويحصل عنده عملية الريدكشن. لكن السؤال دلوقتي، هي حتة الستاندر الكترود بوتنشالز دي للإليمنتس المختلفة اتعرفت ازاي؟ اتعرفت ازاي؟ نخلي بالنا الأول، أنا الحتة دي على فكرة أو الباراجراف الصغير ده أنا كاتبه لك أنا من أسلوبي، يعني ده مش هتلاقيه موجود في الكتاب. أولا يا شباب نخلي بالنا من دي، أنت ما تقدرش تقيس individual electrode potential، يعني ما تجيش تقول لي ده الالكترود بوتنشال بتاع الكبر بكذا، بتاع الحديد بكذا، بتاع الالمون لوحده كده مع نفسه. وي كانوت ميجر الانديفيديوال الكترود بوتنشال، بات وي كان ميجر اونلي البوتنشال ديفرنس. احنا نقدر نقيس بوتنشال ديفرنس ما بين تو ديفرنت ميتال. يعني طب يعني برضو، يعني ما هو برضو كده العملية مش متظبطة على فكرة، في هيصة في الموضوع. يعني الكترود ايه؟ فقط. اتفضل. حضرتك ممكن ترجمه بس للاسم اللي هو ستاندرد الكترود بوتنشال عشان كنت عربي. ستاندر الكترود بوتنشال يعني معناها يعني معناها الجهد القياسي للالكترود او الجهد القياسي للقطب، يعني تمام شكرا لك. الستاندر الكترود بوتنشال. فدلوقتي برضو ماشي ماشي اوكي، انا يعني خلاص الجمله اللي انت بتقولها دي برضو اوكي، ان انت ما تقدرش تقيس الستاندر الكترود بوتنشال بتاع اليمنت الواحد. يعني اوعى تفكر مثلا ان انت تجيب مثلا قطعه نيكل الكترود وتيجي حاطه مثلا في محلول نيكل كلورايد ولا نيكل صلفيت وتوصله وتوصل حته النيكل دي في سلك كده. طب ماشي، والطرف الثاني بتاع السلك بقى تعمل فيه ايه؟ تدلدله في المحلول ولا توصله بفولتامين؟ يعني هتمشي ازاي الحكايه؟ مش تعرف تمشي كده. فالعلماء جم قال لك ايه؟ لا تعالى بقى، والسطر اللي بالبني قدامك ده اساس انا قايله لك من اول الكورس، اللي هو ايه الاساس ده؟ ان انت اي فانكشن عايز تبتدي تعمل لها سكيل، او يعني زي طريقه للقياس، لازم يكون عندك مرجعيه، لازم يكون عندك بيز ليفل للقياس ده. القياس بتاعنا اللي احنا بندور عليه دلوقتي اسمه ايه؟ اسمه الستاندر الكترود بوتنشال. خلاص يبقى سيادتك لازم تخترع لي زيرو ليفل لقياسات الايه؟ الستاندر الكترود بوتنشال. فالعلماء جم قالوا لك ايه؟ بص بقى، يبقى الزيرو ليفل اوف الكترود بوتنشال تيكن تو بي ذا ستاندر هيدروجين الكترود. يبقى العلماء اتفقوا على ان يبقى الزيرو ليفل في الالكترود بوتنشال هيبقى البوتنشال بتاع الهيدروجين الكترود. يبقى الاي نود بتاعت الهيدروجين الكترود هتبقى بزيرو، هو ده الليفل بتاعنا. وبعدين and the other electrode potential، والالكترود بوتنشالز بقى التانية اللي انت عايز تقيسها لأي إيليمنت تاني ار ميجرد، هتبتدي تتقاس بالنسبة لمين؟ With respect to this zero level. يبقى لما اجي اقول لك ده الستاندر الكترود بوتنشال بتاع الكبر قيمته معرفش كام فولت، يبقى انت فاهم ان القيمة بتاعت الستاندر الكترود بوتنشال بتاع الكبر دي بالنسبة للهيدروجين الكترود. الستاندر الكترود بوتنشال بتاع الكالسيوم بكذا بالنسبه للهيدروجين الكترود، الحديد بالنسبه للهيدروجين الكترود. لازم يبقى عندك مرجعيه، مش كل واحد مع نفسه في الهوا كده. طيب يبقى دلوقتي الالكترود بوتنشال بتاع الهيدروجين بزيرو. طيب يا ترى ما هو الالكترود، ما هو الهيدروجين الكترود نفسه بقى؟ اللي هو الهيدروجين الكترود نفسه. ادي ده تركيب الهيدروجين الكترود. فانت طبعا عارف ان الهيدروجين غاز. طب انا ازاي هعمل الكترود من غاز؟ هعمل الالكترود من الغاز بالتحايل على الموقف بالاسلوب اللي انت شايفه ده. اللي قدامك ده بيسموه الاس اتش اي او الستاندر هيدروجين الكترود، اللي بيتكون من ايه؟ سيادتك بتجيب جلاس تيوب زي دي كده، وتيجي مفوت منها من فوق بلاتينم واير
سلك من البلاتين ومنتهي ببلاتينم فويل، او يعني قطعة رقيقة من البلاتين السوليد. تمام. اشمعنى البلاتين يعني؟ لان البلاتين فيه خاصية غريبة شوية، ان هو بيبقى ليه قدرة عجيبة وكبيرة جدا على امتصاص الغازات على سطحه بدون اي تفاعل معاها. يبقى دلوقتي لما يبقى عندي تجمع كبير قوي من الجاس موليكلز على البلاتينم واير اند بلاتينم فويل اللي موجودة دي، يبقى تشتغل وكأنها جاسيوس الكترود، الكترود غازي. خلي بالك ان انا ممكن ايه، العلماء لما توصلوا لتركيب الهيدروجين الكترود بالمنظر ده فيما بعد قدروا ان هم بنفس الفكرة يعملوا اي جاسيوس الكترود تاني. افرض انت جالفانيك سيل عايز فيها الكترود من الاكسجين، نفس الطريقة نفس الرسمة نفس الاستراكشر، بس تشيل الهيدروجين وحط اكسجين. تمام. مثلا من الكلور، الكلورين جاز برضو نفس الكلام. طيب يبقى دلوقتي ادي ايه، ادي البلاتينوم. طب فين بقى الهيدروجين جاز؟ لا تعالى، في فتحة موجودة في الجلاس تيوب اهي، ببتدي بقى من خلال اي مصدر ان كان بقى مش مهم، من خلال مصدر معين ابتدي ادخل من الفتحة دي تيار مستمر من غاز الهيدروجين. بص كده كاتب جنبه ايه، هيدروجين جاز بريشر 1 بار. علشان نخلص بس من النقطة دي، البار هو الاتموسفير تقريبا. الله، طب هو ليه كتب ان البريشر بتاعه 1 بار ولا 1 اتموسفير؟ ما انا لسه قايل لك من شوية احنا بنشتغل في ايه، في ستاندرد كونديشن، فالغاز اللي عندك لازم يبقى في الستاندرد ستيت برضه. لسه كنا واخدين الموضوع ده في الثيرموداينامك الاسبوع اللي فات، امتى يبقى الغاز في الستاندرد ستيت؟ لما يبقى البارشال بريشر بتاعه ايكوال 1 اتموسفير. يبقى لازم تيار الغاز اللي انت تدخله لازم يكون البارشال بريشر بتاعه 1 اتموسفير. حلو جدا. هيبتدي الهيدروجين يدخل باستمرار يتجمع بكثافة عالية على البلاتينم واير والبلاتينم فويل بتاعي. طب انت دايما بتقول لي ان لازم الالكترود يبقى في محلول احد املاح، وبسيطة هحط المحلول اللي عندي هنا اي ايه اي اسيدك سوليوشن بيحتوي على هيدروجين اين، ويبقى الكونسنتريشن بتاع الاسيد ده 1 مولر، اللي هو ممثلها هنا باكتيفيتي بتساوي 1. يعني هو يقصد هنا ان الكونسنتريشن يبقى بواحد مولر بس. هو ده الاستراكشر بتاع الايه، الهيدروجين الكترون. وبناكد فيه بقى على معلومه ايه، الستاندر الكترود بوتنشال بتاع الهيدروجين الكترود يساوي زيرو. خلي بالك كده من المعادله دي، يعني الهيدروجين جاز سهم رايح جاي. ايه السهم رايح جاي دون؟ يعني ده ممكن يمشي في الاتجاه الفورورد، يعمل اوكسيديشن ان الهيدروجين جاز يتحول لاتنين هيدروجين ايونز اكويس ينزلوا في المحلول، والالكترونات تبتدي تطلع في السلك الخارجي زي ما شفنا في الجلفانيك سيل اللي فاتت، ويبقى الاي نود اوكسيديشن. يبقى انت كده بتتكلم على جهد الاكسده، او الستاندر الكترود بوتنشال بتاع عمليه الاكسده. او ممكن العكس، ان الهيدروجين ايونز اللي موجوده في المحلول تاخد الكترونات جايه لها من اي مصدر، وتبتدي تعمل عمليه ريدكشن وتتحول ل H2 جاس، ويبتدي يحصل بابلنج الهيدروجين جاس زي ما هو عامل لك في الرسمه كده. هو عامل لك في الرسمه الاحتمالين، يعني يا اما كده يا اما كده، ويبقى الاي نود ريدكشن في الحاله دي. لكن خليني اقول لك ان سواء الهيدروجين هيجي في لحظة ما يعمل اوكسيديشن، او في لحظة اخرى يعمل ريدكشن، ففي كلتا الحالتين اي نود اوكسيديشن او اي نود ريدكشن للهيدروجين بزيرو. خلاص انتهينا، ده البيز ليفل بتاعي. تمام يا شباب. بس لما العلماء عملوا الزيرو ليفل بتاعهم ده اللي هو الهيدروجين الكترود اللي البوتنشال بتاعه ايكوال زيرو، قال لك خلاص بقى نبتدي نشتغل ازاي بقى، ها ازاي تقيس بقى الستاندر الكترود بوتنشال لاي حاجه تانية زي الرسمتين اللي قصادنا دول.
خلينا مركزين الاول في الرسمه اللي على الشمال. ادي الهيدروجين الكترود بتاعي جالفانيك سيل بقى عاديه، ادي الهيدروجين الكترود بتاعي، وقمت جاي موصل الناحيه الثانيه بكبر الكترود في كبر سلفيت كونسنتريشن 1 مولر علشان ابتدي ايه اقيس البوتنشال ديفرنس، وانا عارف ان الهيدروجين الكترود البوتنشال بتاعه بزيرو. بعد شويه لما الخليه اتعملت الفولتاميتر ارى القرايه اللي قدامك ده، اهي القرايه اللي قدامك ده اهي هي تعتبر الستاندر الكترود بوتنشال بتاع الكبر، على اساس ان الالكترود بوتنشال بتاع الهيدروجين بزيرو. بس تعال معايا بس كده شويه، ايه تفاصيل القرايه دي جت ازاي؟ بص كده اهو انا عملتها لك بخط الايد اهي. اللي حصل كالاتي، ان فعلا زي ما هو موجود قدامي في الرسمه اللي على الشمال، الهيدروجين الكترود هيشتغل كانود فعلا، يبقى الاتش 2 هيديني 2 هيدروجين ايونز ينزلوا في المحلول و2 الكترون، ال2 الكترون ها هيبتدوا يروحوا فعلا الناحيه الثانيه على الكبر الكترود. هنا الهيدروجين الكترود بيشتغل نفس دور الزنك في الجالفانيك سيل الاساسيه اللي شرحناها من شويه. حلو جدا، ال2 الكترون يروحوا الناحيه الثانيه وياخدهم السي يو بلس 2 ويدينا السي يو، والاي نود ريدكشن طبعا دي عمليه ريدكشن بتحصل لايونات الكبر اللي موجوده في المحلول. تمام. طيب برضو انا عايز اعمل حاجه علشان تفهم لتسلسل الخطوات او لترتيب الخطوات اللي حصل في التجربه دي. لو انت تخيلت معايا ان انت بتعملها في المعمل، بص كده، بص مع بعض، ادي ال H2 جاز ابتدى يتحول لاثنين هيدروجين ايونز اكويس واثنين الكترون، الكتابة مش باينة يا شباب. طيب هقول لك كتابها تاني. ال H2 جاز ابتدى يتحول لاثنين هيدروجين ايونز اكويس زائد اثنين الكترون، ماشي كده. والاي نود اوكسيديشن بتاع العمليه دي بتساوي زيرو. حلو كده، الاثنين الكترون راحوا الناحيه الثانيه، تبتدي تاخدهم ايونات السي يو بلس 2 اللي موجوده في المحلول اكويس بالنسبه لي علشان تديني السي يو سوليد اللي هو ديبوستد على سطح الكاثود. والاي نود ريدكشن، الاي نود ريدكشن يساوي ايه؟ ما انا ما اعرفوش بقى. خلي بالك انا بشتغل معاك كما لو كنت انت بتعمل التجربه دي في المعمل، ودي وده ترتيب الخطوات اللي بيحصل في المعمل فعلا. سيبك من دي دلوقتي، طب تعالى كده نجمع السيل رياكشن، وخلي بالك من عملية التجميع اللي أنا هعملها دي، لأن ده اللي هنعمله بالظبط في المسائل بعد كده. جمع تفاعل الأكسديشن وتفاعل الريدكشن مع بعض. بص كده، آدي 2 إلكترون تروح مع الـ2 إلكترون، ليه؟ 2 إلكترون خرجت فوق في النواتج، أنت استهلكتها في المتفاعلات في الرياكشن التاني، خلاص يبقى اتكنسلت. واكتب اللي فاضل في الرياكتنت مع اللي فاضل في البرودكت، يبقى H2 جاز زائد CU بلس 2 الاكويس هيديني الاثنين هيدروجين ايونز الاكويس زائد CU السوليد. يبقى انت كده جمعت الرياكشن. وعلى فكره يا شباب ده بنسميه الايه؟ دايما بيطلقوا عليه كده، بيسموه الاوفرول رياكشن، يعني الرياكشن الكلي بتاع السيل. طيب وخلي بالك بقى، هرجع بالسرعه كده، هرجع بالسرعه للرسمه بتاعتنا اهي. البوزيتيف 34% اللي انت شايفها دي، دي قراءه الفولتاميتر، يبقى دي الايه؟ يبقى دي التوتال اي ام اف بتاع السيل، اللي هي الالكتروموتيف فورس او القوه الدفع الكهربيه بتاعه السيل.
يبقى انا لو رجعت هنا هاجي اقوم جاي كاتب كده. يبقى اذا الاي نود بتاعه السيل هتبقى البوزيتيف 34 من 100 فولت. الاي نود بتاعه السيل دي طالما انت خطواتك كلها عباره عن تجميع لازم تبقى واخد بالك انها ايه بالظبط كده، لازم تبقى واخد بالك انها اي نود اوكسيديشن زائد اي نود ريدكشن. يعني الاي نود بتاع السيل يساوي تمام كده بيساوي زيرو زائد الاي نود ريدكشن. اذا اعمل سهم بقى براحتي. يبقى اذا الاي نود ريدكشن اللي انت بتدور عليه بتاع الكبر هو البوزيتيف 34 من 100 فولت، تقدر تكتبها هنا براحتك. تمام، يبقى ده ترتيب الخطوات. يعني انا لو عملتها لك بالارقام هاجي هعمل على السهم ده واحد، وهاجي هعمل على السهم ده اتنين، دي الخطوة التانية، وهاجي هعمل على السهم ده ثلاثة، دي المرحلة الثالثة، وهاجي التجميعة دي اللي هي بتاعت الاي نوت سيل دي قول مثلا عليها او الخطوة رقم اربعة دي. يبقى اذا الخطوة رقم خمسة اهي هي ال 34 من 100 فولت. ده كأنه بالظبط تسلسل ترتيب الخطوات العملي، فيما لو ان انا بعمل الرياكشن ده او بعمل السيل دي في المعمل عشان اجيب الستاندر الكترود بوتنشال بتاع الكبر. خلي بالك انت كده مش جبت ستاندر الكترود بوتنشال للكبر وبس، لا ده اذا الستاندر ريدكشن بوتنشال بتاع الكبر بيساوي البوزيتيف 34 من 100 فولت. وبيكتبوه ازاي بقى؟ بص بيكتبوه كده اي نود سي يو بلس 2 سي يو يساوي ال 34 من 100 فولت دي. ما هو سي يو بلس 2 سلاش سي يو يعني دي عمليه ايه؟ عمليه ريدكشن. تمام يا شباب، دي عمليه ايه؟ دي عمليه ريدكشن. حلو كده، بس ادي ده ترتيب الايه الخطوات اللي حصل معاك. وكده يبقى انت جبت الستاندر الكترود بوتنشال بتاع الكبر واتعرف. في اي مشكله في التجربه دي؟ طيب العلماء بقى لما عملوا كده قال لك بس يا عم اتفتحت العمليه. اتفتحت العمليه ازاي بقى؟ شيل وحط، شيل وحط، يعني شيل الكبر وحط زنك، شيل الزنك حط ألمونيوم، حط كالسيوم، حط فضة، حط ذهب، حط نيكل، حط كلورين جاز الكترود، حط اللي انت عايزه. بس مع ملاحظة حاجة مهمة قوي لو انت سريع البديهة معايا وملاحظتك قوية. بص كده على الرسمة اللي في اليمين، لاحظت ايه؟ شيل وحط فين؟ شيل وحط فين؟ في الجزء اليمين من السيل اللي هو الجزء بتاع الكاثود. يعني العلماء قال لك ايه بقى عشان العملية ما تبقاش هوجة وهيصة؟ انا هثبت الهيدروجين الكترود في مكانه كما لو كان ان هو في جميع الحالات هيشتغل كانود، كما لو كان ان هو في جميع الحالات هيشتغل كانود. اهم حاجة في السكيل اللي انت بتبقى عايز تجهزه وعلشان يبقى حاجة ستاندر الناس كلها في كل العالم تفهمه، لازم يبقى طريقة القياس وطريقة الشغل ثابتة على مستوى الدنيا كلها. فثابتة ازاي؟ الهيدروجين الكترود في مكانه ما يتحركش زي ما هو، كما لو كان هو الانود في جميع الجلفانيك سيلز اثناء عملية القياس دي. لما انا جيت بقى وصلت الزنك معاه وجيت اقيس البوتنشال وبنفس الخطوات اللي احنا بنتكلم عليها، لقينا البوتنشال كام؟ ماينس 76 من 100 فولت. الله، ايه في ايه؟ هو انا لما اجي اشتغل في اي دايره كهربيه وعندي فولتميتر بيقيس ولا بتاع تطلع البوتنشال بالماينس؟ لا طبعا غلط. لو انا بشتغل بفولتميتر قديم بمؤشر يعني فيه يمين وشمال، تبص تلاقي المؤشر راح ناحية الشمال
او لو بفولتميتر او بافوميتر زي اللي بتستخدموه في دوائر الكهرباء في معمل الفيزياء دلوقتي، تبص تلاقيه مثلا ادالك القيمه ديجيتال بالماينس، سيادتك عاكس التوصيلات. ده اذا الدايره ما اتحرقتش يعني، سيادتك عاكس التوصيلات، لا وصل صح عشان تحصل على قيمه صح. يبقى هنا معناها ايه؟ معناها زي ما انت شايف في الرسمه كده، ان الزنك في الحقيقه هو اللي هيحصل له اوكسيديشن، والالكترونات هتخرج منه تروح للهيدروجين، بدليل انه هو هنا عمل لك بابلنج الهيدروجين جاس في الحته بتاع الهيدروجين الكترود، واضحه يمكن ايه مفروض انها كانت تبقى اوضح من كده او تبقى بكثافه. يبقى الاتجاه هنا عكسي، ان الالكترونات مفروض تطلع من الزنك تروح للهيدروجين. فيجي واحد يقول لك الله، طب ماشي يا عم، طب ما انت كده، طب ما تعكس بقى زي ما انت بتقول. لا مش هعكس، هسيبها زي ما هي، وهسيب الزنك في مكانه زي ما هو، والماينس 76 من 100 فولت دي زي ما انت اشتغلت في الكبر، وسميتها ستاندر ريدكشن بوتنشال للكبر، وقلت بوزيتيف 34 من 100، وكان الكبر في نص الخليه بتاع الكاثود، وشلت وحطيت الزنك مكانه، يبقى الماينس 76 من 100 فولت دي بالنسبه للزنك ستاندر ريدكشن بوتنشال برضه بالنسبه للزنك. ولكن المعنى الماينس ده بقى في الحقيقه مفروض يبقى عباره عن ايه؟ مفروض ان انا افهم منه ان اي ميتال او اي اليمنت لما اجي اوصله بالهيدروجين الكترود علشان احصل على قيمه الستاندر الكترود بوتنشال بتاع الاليمنت ده ولقيتها بالنيجاتيف، معناها ان من المفروض ان الاليمنت ده هو اللي كان يشتغل انود، والهيدروجين الكترود كان يعتبر كاثود بالنسبه له. لكن خلاص انا مش هعمل كده لتثبيت القياس، هعمل كده لتثبيت القياس. وهكذا بقى اشتغلت بقى العمليه كلها بهذا الشكل، وظهر بعد كده ما يسمى بالايه بقى، بالالكتروكيميكال سيريز او السلسله الكهروكيميائيه. هي عباره عن ارينجمنت للاليمنتس اكوردنج تو ذا فاليو اوف ايه، عاملها لك اهو بلون مختلف، اكوردنج للفاليوز بتاع الستاندر ريدكشن الكترود بوتنشال. يعني الاي نود اللي موجوده في السلسله دي كلها قيم ريدكشن بوتنشال سواء بالنيجاتيف ولا بالبوزيتيف. ليه يا عمي؟ لعلشان القصه دي، انت اي اليمنت بتقيسه حطيته كما لو كان كاثود، يديك بقى بالنيجاتيف ولا بالبوزيتيف دي قصه تانية في المعنى بتاعها، لكن كلها قيم ايه؟ ستاندر ريدكشن بوتنشال. وادي ده منظر ليها اهو، جايبه لك انا من التكست، طبعا انت ما بتحفظوش القيم الستاندر ريدكشن بوتنشال دي، انا بديها لك جيفن من السلسله في المساله. اهو انا عندي الهيدروجين اهو عامله لك بلون مختلف في الوسط بزيرو، تمام، والقيم البوزيتيف كلها فوق، هو يعني مرتبها بالصوره ديسندنج تنازليه من الكبير للصغير، يبقى القيم البوزيتيف كلها وبعد كده الهيدروجين بزيرو وبعد كده القيم النيجاتيف كلها. وفهمنا دلوقتي ان كل الاليمنتس النيجاتيف دي يبقى من المفترض انها كانت تشتغل كانود بالنسبه للهيدروجين الكترود، كان من المفترض انها كلها تشتغل كانود بالنسبه للهيدروجين الكترود. كويس قوي. طيب يعني الكلام اللي انت بتقوله ده ماشي كويس. طيب دلوقتي انت هتجيب لي مسألة عاملة ازاي؟ يعني انا يعني مش متصور. بص يا سيدي، انا لما باجي اجيب لك مسألة في الامتحان في معظم الاحيان اجي فاتح الالكتروكيميكال سيريز كده زي ما انت شايف، ومختار اي تو اليمنتس مع بعض، اي تو اليمنتس، واقول لك دول بيعملوا غلفانك سيل، اتفضل اكتب لي الاوكسيديشن رياكشن، الريدكشن رياكشن، الاوفرول، احسب لي الاي نود بتاعت السيل، تمام كده؟
وبدي لك في المساله جيفن قيم الستاندر الكترود بوتنشال او الستاندر ريدكشن الكترود بوتنشال من السلسله دي. حلو كده. طب تعال نشوف مثال، هو الحل بتاعه موجود تمام، لكن خلينا نشوف المثال وهنحله مع بعض بايدينا. بص هو بيقول لك تخيل جالفانيك سيل فيها نيكل الكترود موجود في نيكل سلفيت سوليوشن، وكبر الكترود موجود في كبر سلفيت سوليوشن. طبعا في الظروف القياسيه يعني الكونسنتريشنز ايه، 1 مولر. يعني بيقول لك انت في الحاله دي هتبص تلاقي ان النيكل هيبقى هو الانود والكبر هو الكاثود، فسر لي الكلام ده. طبعا انا هاجي في المساله، بص يا شباب، هاجي في المساله هاجي اقول لك والله ده انت الاي نود بتاع الان اي بلس 2 ان اي ماينس 25% فولت، والاي نود سي يو بلس 2 سي يو بوزيتيف 34% فولت. انت واخد بالك من المعنى ده ولا ما انتش واخد؟ ده ها المعنى بتاع الرمز ده او النوتيشن ده سي يو بلس 2 سي يو او ان اي بلس 2 ان اي، ده معناه ايه؟ ايه بالظبط؟ ده ريدكشن، ده اختزال. يعني انا القيم اللي انا منتهى لك جيفن من السلسله هي قيم ريدكشن، انت بقى اتصرف انت زي ما انت عايز. افهمني. طيب بنحل ازاي بقى يا شباب؟ بنحل ازاي؟ انا اول ما اجيب لك مساله كده عينك على طول في المساله على قيم الالكترود بوتنشال اللي انا مديها لك دي. الاصغر فيهم بشرطه هو اللي هيشتغل انود. حلو جدا. يبقى النيكل واضح دلوقتي عندي ان هو الصغير. ابتدي اعمل الايكويشن بتاعه، يبقى ال ان اي السوليد هيديني ال ان اي بلس 2 الاكويس. واحد هيجي يقول لي لا بس انا دلوقتي وانا عرفني بقى عن عملية الأكسديشن والريدكشن دي بيتم فقد واكتساب كم إلكترون؟ لا يا حلو، أمال هو النوتيشن اللي أنا مديهولك ده بيعمل إيه؟ اللي هو بتاع البوتنشال ده، ما هو لما يقول لك بوزيتيف 2 لكذا يبقى معناه إن هو دايفيلنت بيفقد 2 إلكترون، أو ممكن مثلا يبقى بلس 3 زي في حالة الألومنيوم مثلا، هنشوف إكزامبل، أو يبقى بوزيتيف 1 زي الفضة أو البوتاسيوم. بس بتبقى معروفه من النوتيشن اللي انا بديهولك. حلو جدا. زائد 2 الكترون، يبقى النيكل الكترود السوليد فقد الكترونات وتحول لان اي بلس 2 اكويس، نزلت في المحلول وادي ال 2 الكترون. وسيادتك تيجي كاتب لي الاي نود اوكسيديشن تساوي ايه بقى؟ اللي هنكتبه ها؟ بوزيتيف 0.25 في النيجاتيف ولا بالبوزيتيف؟ بوزيتيف. بس كده. عارف اللي احنا بنعمله ده دلوقتي هو ده الشط، الحته ده اهي، الحته دي هي دي الشط. من الاخر كده الحته دي لو انت ما خدتش بالك منها في مساله خلاص المساله بتنتهي. يعني ايه؟ يبقى اقول لك القاعده تاني، عيني على الالكترود بوتنشالز اللي بيديهم لك في المساله. الاصغر بشرطه هتشغله كانود وتعمل له اوكسيديشن وتقلب اشاره البوتنشال بتاعه. اقلبها ايه يعني؟ ولا شوف تقلبها وخلاص. يعني ايه؟ يعني بالماينس تبقى بالبوزيتيف. طب لو بالبوزيتيف تبقى بالماينس. انا ماليش دعوه. ها؟ الإشارة اللي موجودة تتقلب أيا كانت. حلو كده؟ طيب الاتنين إلكترون يروحوا الناحية الثانية، تاخدهم أيونات السي يو بلس 2 الأكويس ويديني السي يو السوليد، والإي نود ريدكشن هتعمل فيه حاجة ده؟ لازم ده زي ما هو لأن ده ريدكشن،
يبقى 34% فولت. اديني الاوفرول للرياكشن واديني الاي نود بتاع السيل مجموع الاثنين بوزيتيف 59% فولت، وتجميع السيل رياكشن ده يروح مع ده، يبقى النيكل السوليد زائد السي يو بلس 2 الاكويس هيدينا الان اي بلس 2 الاكويس زائد الايه السي يو السوليد. ده الاوفرول رياكشن، وادي الاي نود بتاع السيل. حلينا المساله. الجديد بقى لازم نربط الدنيا ببعضها. يعني انا لو عملت جلفانيك سيل زي دي في المعمل هتمشي ايه؟ على طول ربط الكلام اللي خدناه في الثيرموداينامك عشان سيرته هتيجي دلوقتي. سبونتانيوسلي جالفانيك سيل، يعني طالما الاي ام اف بتاع السيل او الاي نود بتاع السيل اللي هي مجموع الاكسديشن والريدكشن طلعت بوزيتيف فاليو، يبقى دي سبونتانيوس جالفانيك سيل. جاست ان انت تعملها كده في المعمل هتمشي لوحدها والتيار يمر وتديك بوتنشال ديفرنس. ماشي يا شباب؟ ادي ده ايه الاكزامبل بتاعنا اهو، وادي الوصف بتاعه. تعال نجرب دي مع بعض. انا دي مش حللها اصلا، دي انا مش حللها في الفايل، تعال نجربها مع بعض. بيقول لك ايه، كونسيدر سيل كبر في كبر سلفيت وسيلفر في سيلفر سلفيت. تمام، تعال كبر في كبر سلفيت والسيلفر في سيلفر سلفيت. حلو. الاي نود اي جي بلس اي جي تقريبا يعني بوزيتيف 8 من 10 فولت، والاي نود سي يو بلس 2 سي يو بوزيتيف 34% فولت. الهدف من المسألة دي ايه؟ الهدف من المسألة دي ان انا اقول لك ان انا ممكن اجيب لك التو اليمنتس اللي بيعملوا الجالفانيك سيل، الاثنين ليهم نفس الاشارة، ممكن اجيبهم لك الاثنين بوزيتيف او ممكن اجيبهم لك الاثنين نيجاتيف. قاعدتنا ثابتة، الاقل فيهم في البوتنشال هو اللي يشتغل انود، واعمل له اوكسيديشن واقلب اشارته. يبقى واضح عندي هنا طبعا ان السي يو هو الاقل، يبقى السي يو هو اللي هيشتغل كانود بالنسبه للسيلفر. يبقى السي يو السوليد هيديني السي يو بلس 2 الاكويس زائد 2 الكترون واي نود اوكسيديشن يساوي كام؟ ماينس 34% فولت. تمام، حلو جدا. الاثنين الكترون هيروحوا الناحية الثانية. خلي بالك بقى من النوتيشن بتاع السيلفر، واضح ايه؟ واضح ان ايون السيلفر الواحد علشان يحصل له ريدكشن ويتحول للسيلفر اتوم بيبقى محتاج الكترون واحد. طب انت لما حصل عندك اوكسيديشن للكبر خرج 2 الكترون، يبقى لازم ياخدهم 2 سيلفر ايون عشان كل سيلفر ايون ياخد الكترون. حلو جدا، يبقى يديني الاثنين اي جي السوليد دي ديبوستد على سطح الكاثود، والاي نود ريدكشن بوزيتيف 8 من 10 فولت زي ما هي. اجمع الاوفرول بتاعي 2 الكترون راحوا مع 2 الكترون، يبقى السي يو السوليد زائد الاثنين اي جي بلس الاكويس هيديني السي يو بلس 2 الاكويس زائد الاثنين اي جي السوليد. الاي نود بتاعت السيل بوزيتيف 46% فولت سبونتينيوس جالفانيك سيل. وضحت الصوره كده شويه يا شباب؟ وهكذا. يبقى انا اصحصح كويس قوي لقيم الستاندر ريدكشن بوتنشال اللي هو مديها لي جيفن في المساله، الاقل يشتغل انود
اعمل له اوكسيديشن اقلب اشارته. تمام. المساله اللي بعدها زيها تقدر تشوفها في الفايل وانت بتذاكر ما بين النيكل والسيلفر. تعالى بقى انت دلوقتي عمال بقى ايه، رجعت لي بقى لعمليه سبونتينيوس ونان سبونتينيوس. لازم شغل الثيرموديناميك موجود في كل حاجه. ما هو علاقه الستاندر جيبس فري انرجي اتشينج مع الستاندر الكترود او الستاندر اي ام اف بتاعت السيل؟ العلاقه ما بينهم اهي، ويجب ان انت تعرفها او تحفظها، ومش عليك اثباتها. ان الدلتا جي نود بتساوي ماينس ان اف اي نود بتاعت السيل، اللي هي التوتال بوتنشال بتاع السيل، اللي هي مجموع الاي نود اوكسيديشن زائد الاي نود ريدكشن. دلتا جي نود بتساوي ماينس ان اف اي نود بتاعت السيل. طبعا انا لو الجلفانيك سيل بتاعتي سبونتينيوس، يعني بتطلع الاي نود بتاعت السيل بالبوزيتيف. لما تيجي تطبقها في الريليشن دي، يبقى اذا الاشاره النهائيه بتاعت الدلتا جي نود هتطلع بالنيجاتيف، يعني فعلا الرياكشن يبقى سبونتينيوس والعكس صحيح. طب ما هي الان هنا؟ الان هنا دي بقى مش نمبر اوف مولز، لا، الان هنا النمبر اوف الكترونز ترانسفيرد في الرياكشن، عدد الالكترونات اللي بتنتقل في الرياكشن. يعني مثلا في تفاعل زي اللي فوق ده، مثلا اوكسيديشن، يبقى الان باتنين، الاثنين الكترون اللي ايه اللي انتقلوا عندي. تمام. في الاف، الاف ده الشباب اللي هو الفاراداي كونستانت، نسبه الى العالم فاراداي اللي حط القانون الاول والثاني لقوانين الالكتروكيمستري. طبعا عالم كبير جدا فاراداي، لكن يعني القوانين دي مش عليكم في التريتمنت بتاع الشابتر ده. تمام. والفاراداي كونستانت يعني انت ما بتحفظوش برضو، بيبقى من ضمن الثوابت اللي بديها لك في الامتحان جيفن، هو قيمته 96500 كولوم. تمام. في قيمه الاي نود بتاع السيل، حلو كده. يبقى الدلتا جي نود هتطلب منك في المسائل عشان تدي نوع من التاكيد اذا كان الرياكشن بتاعك ده سبونتينيوس ولا لا. حلوه قوي المساله دي. دكتور لو سمحت، وحضرتك الدلتا جي نود دي للرياكشن اللي هو الاساسي صح؟ للرياكشن، دلتا جي نود بتاعت الرياكشن بتاع للاوفرول يعني. تمام، شكرا. تمام. تعال بقى نشوف المساله دي. المساله دي الحقيقه عايز اقول من تاليفي انا، يعني الفكره بتاعتها من تاليفي، وبعدين دورت على الصوره وجبت لك الصوره ليها لانها حلوه قوي لما بنشتغلها عملي. بص بيقول لك ايه، لو انت جبت حته الومنيوم ميتال وحطيتها في سي يو اس او 4 سوليوشن، زي ما قلت لك من اول الكلام ان محلول كبريتات النحاس ده الشباب بيبقى لونه ازرق فعلا. فلو انت رميت فيه حته الومنيوم، تبص تلاقي بعد شويه ايه البلو كولر بتاع السوليوشن ديس ابير. تبص تلاقي شويه بشويه المحلول الازرق ده، اللون الازرق ده يخف لغايه يكاد يكون المحلول ده بعد فتره هيبقى كولرليس. وتبص تلاقي فيه براون بارتيكلز ديبوستد في البوتوم اوف ذا كونتينر، وحتت بني كده اترسبت في قاع الكونتينر. اكسبلين الكلام ده ان ذا لايت اوف الكتروكيمستري. والراجل ادالك جيفن اهم حاجه، ادالك ان الاي نود بتاع الاي ال بلس 3 اي ال ماينس 1.6 فولت، والاي نود بتاع الكبر انت عارفه بوزيتيف 34% فولت. يبقى انا اول حاجه زي ما احنا اتفقنا عيني على الالكترود بوتنشالز اللي موجوده. الالكترود بوتنشال بتاع الالومنيوم زي ما انت شايف اقل من الكبر. يعني فيما لو ان هم بقوا الالومنيوم والكوبر بقوا كونتاكت مع بعض لاي ظرف من الظروف، يبقى لازم الالومنيوم هيكون هو الانود والكوبر هو الكاثود. طب لو انا رميت حته الالومنيوم في محلول كبريتات النحاس هتقوم بنفس الدور، لان الكوبر ايونات الكوبر الايه عندي البوتنشال بتاعها اعلى. يبتدي يحصل ايه؟ يبتدي يحصل الاتي اهو.
الالومنيوم يحصل له اوكسيديشن. بس خلي بالك بقى من عمليه الفالنسي، الالومنيوم لما بيحصل له اوكسيديشن الذره الواحده تفقد 3 الكترونات. طب وانت عندك الكبر سي يو بلس 2، يبقى عشان تظبط موضوع الالكترونات يبقى لازم تبتدي باثنين الومنيوم اتومز، يبقى الاثنين اي ال السوليد تدينا 2 اي ال بلس 3 اكويس، تنزل في المحلول ويخرج 6 الكترون. والاي نود بتاعت الاوكسيديشن ايه؟ قلبت الاشاره بوزيتيف 1.67 من 100 فولت على طول. الستة الكترون اللي هم ناتجين من عمليه الاوكسيديشن بتوع الالومنيوم دول ياخدهم ايه؟ 3 سي يو بلس 2، لان ايون السي يو بلس 2 الواحد بيبقى محتاج 2 الكترون، طب انت عندك 6 يبقى ياخدهم 3، يتحولوا لايه؟ ل3 سي يو اتومز ديبوستد، اللي هم مين يا حبيبي؟ البراون بارتكلز ديبوستد ان ذا بوتوم اوف ذا كونتينر. بص كده للرسمه او للصوره دي، اهو الصوره دي عباره عن ان هو رمى حته الومنيوم في محلول كبر صرفيه. بيقول لك ايه؟ نوت ذات ذا هولز ان ذا فويل اوف الومنيوم، يعني حته الالومنيوم اتخرمت نتيجه لانها عماله تدوب، بيحصل لها اوكسيديشن، وهو ده المدخل بتاع الكروجن على فكره، ده مدخل الكروجن. تمام؟ يبقى الالومنيوم السوليد هاز ديزولفد. تمام؟ ولاحظ كمان الحتت البني اللي في قاع الكونتينر اهي، الدارك ديبوزيت من السي يو ات ذا بوتوم اوف ذا بيك. تطبيق العمليه، تطبيقات العمليه بتبقى عباره عن انا تخيلت كده، انت جاوبت السؤال مثلا، انا تخيلت قمت جاي مكمل من عندنا فيما لو ان هم يعني جالفانيك سيل فعلا. تمام؟ قمت جاي عامل الاوفرول رياكشن، الالكترونات راحت مع بعضها وجمعت الباقي اهو، وقلت جمعت الاي نود بتاع السيل ده وده هتطلع ايه؟ بوزيتيف 2.1 من 100 فولت. وحطيت بقى ايه؟ الدلتا جي نود ماينس ان اف اي نود للسيل، يبقى ماينس كام؟ 6. الست الكترونات اللي انفولفد في الرياكشن في قيمه الفاراداي كونستانت في قيمة الاي نود بتاع السيل. خلي بالك ان انت عندك اليونت بتاعت الفاراداي بالكولوم واليونت بتاعت البوتنشال بالفولت، كولوم في فولت تدي لك ايه؟ تدي لك جول. ومفروض ان انت درست الكلام ده في الفيزيكس، كولوم في فولت يدي لك جول، يبقى ماينس الرقم الكبير قوي ده بالجول، ممكن تقلله ان انت تقسم على 1000 وتحوله بالكيلو جول، والدلتا جي نوت بالماينس يعني معناها طبعا spontaneous reaction. مفهوم كده الاكزامبل ده يا شباب؟ طيب واحد ممكن يجي يقول لي طب ما خلاص يا دكتور العمليه كده محسومه، ان انا اي رياكشن هيجيبه لي انا هبتدي اشوف الاقل وبتاع واشتغل والعملية هتمشي سبونتينيوس. لا، ممكن أنا بقى أفرض عليك مسألة بوضع معين زي المسألة اللي هنشوفها دي، ودي آخر حاجة هنشوفها النهاردة وهنقف على كده، هنبقى واقفين عند نيرنست إيكويشن دي، نكملها مع بعض بقى يوم السبت. تعال بقى نشوف المسألة دي وهنحلها برضو مع بعض إيه بإيدينا. المسألة دي مختلفة عن اللي فاتوا في إيه؟ مختلفة عن اللي فاتوا في إن هو مديلك رياكشن جيفن، هو مديلك الرياكشن جيفن بوضع معين، واخد بالك؟ وعايزك تبتدي تشتغل على أساس الوضع ده. أهو بيقول لك كالكيوليت الستاندر فري إنرجي للفولونج رياكشن ده عند ال 25، الـ AU اللي هو الذهب 2 AU مع 3 كالسيوم أيونز 1 مولر هيدينا ال 2 AU بلس 3 زائد الكالسيوم. ومدي لك جيفن الاي نود بتاع الاي يو بلس 3 اي يو بوزيتيف 1.5 وبتاع الكالسيوم ايه موجود عندي بماينس 2.8 من 10 فولت. طيب تعال نكتب الرياكشن هناك. تمام؟ ونبتدي نتعامل معاه. اكتبه لك تاني.
احنا اهو يبقى انا عندي 2 AU solid تمام زائد 3 CA plus 2 الأكويس هيديني 2 AU plus 3 أكويس تمام زائد 3 CA السوليد. الإي نود بتاع الـ AU plus 3 AU بوزيتيف 1.5 فولت والاي نود بتاع السي اي بلس 2 سي اي ماينس 2.87 فولت. حلو كده؟ حلو. وبيقول لك اتعامل بقى مع المساله على الاساس ده. لما انا اكون مدي لك الرياكشن كده جيفن لما انا اكون مدي لك الرياكشن كده ايه جيفن تقدر خلي بالك ان الرياكشن اللي انا مديهولك ده اهو اهو الرياكشن ده يعتبر الاوفرول الاوفرول رياكشن اللي بتاع السيل خلاص. طيب انت شايف من خلاله كده مين اللي حصل له اوكسيديشن؟ الايو الايو هو خلاص يبقى هتشتغل يبقى هتشتغل على الاساس ده الايو هو اللي حصل له اوكسيديشن والسي اي هو اللي حصل له ريدكشن. خلاص هعمل كده فعلا. يبقى الاثنين ايو السوليد هيديني 2 ايو بلس 3 اكويس زائد 6 الكترون. طبعا انا خدت 2 ايو ليه؟ عامله زي المثال بتاع الالومنيوم اللي فات عشان اظبط عمليه الالكترونات. والاي نود اوكسيديشن ها بكام؟ ماينس 1.5 فولت على طول. اللي هيشتغل انود تتقلب اشارته الستة الكترون يروحوا الناحية التانية ياخدهم 3 سي اي بلس 2 اكويس 3 ايونات كالسيوم عشان يديني 3 سي اي سوليد ديبوستد بقى على سطح الكاسود طبعا. والاي نود ريدكشن زي ما هي باشارتها ماينس 2.87 فولت. يعني معنى كده ان انا لما اجمع الاي نود بتاعت السيل هتطلع ماينس كام؟ 4.37 فولت. خلي بالك بقى انا ما عملتش هنا تجميع الهاف رياكشنز ليه؟ انت لو جمعت الهاف رياكشنز ده هيدي لك اللي فوق اللي هو الاوفرول. الاي نود بتاعت السيل طلعت ايه؟ بالنيجاتيف. يعني ايه؟ وتقدر تثبت له ده من خلال قياسات الدلتا جي نود. يعني هتيجي تقول له الدلتا جي نود هتساوي ماينس 6 في 96500 في ماينس 4.37 فولت. مش مهم الرقم بقى يطلع زي ما يطلع، المهم شرط الدلتا جي نود هتطلع بالبوزيتيف. يبقى ده تأكيد ان دي تعتبر طبعا نون سبونتينيوس جالفانيك سيل، لا يمكن انها تتم بالشكل ده. ولكن العكس صحيح، لو انت فعلا عايز تعمل جالفانيك سيل من الكالسيوم والذهب لازم الكالسيوم يبقى هو الانود والذهب يبقى هو الكاثود، والا تبقى هزلت يعني. تمام ماشي يا شباب، ادي دون الموضوع بتاعنا النهارده، وهنكتفي بالقدر ده. بتهيألي المحاضره ظريفه والموضوع خفيف وكويس. تمام هنبقى واقفين عند نيرنست، وطبعا دي حته مهمه جدا في الشابتر. هنزل لكم الفايل دلوقتي على التيم بحيث برضو يبقى معانا ان شاء الله يوم السبت نكمل الحتة اللي ناقصانا ونشوف عليها برضو مسائل، وناخد جزء كده لو قدرنا من شابتر الووتر، بحيث ان احتمال كبير ان شاء الله يعني محاضرتنا الاثنين اللي جاي يعني ممكن تبقى الأخيرة، او لو احتاجنا بعد كده مرة مثلا ولا بتاع ولا مرتين يبقى براحتنا بقى بأعصابنا الهادية.
اللي عايز يسأل أي حاجة في الفيديوهات اللي هتبقى نازلة على السيمنت والكومباشن والكروجن، أو لو حبينا نبقى نعمل مرة مراجعة كده ولا حاجة زي ما كنا عملنا مرة قبل الميد تيرم، بس يبقى إيه، يبقى خلصنا الأساسيات بتاعتنا. ماشي يا شباب، في أي أسئلة؟ دكتور ممكن سؤال؟ اتفضل. حضرتك احنا في المعمل بتاع الكيمياء في حاجات اللي هي الكروجن والحاجات دي لسه ما خدناهاش وهنمتحن بيها فيها بكره، طب هنعمل فيها ايه دي؟ انت قصدك في المذكره بتاع اللاب شيت اللي معاك وفيها اسئله على الكروجن. ايوه، والهارنس ما خدناهوش برضو. لا، الهاردنس خدناه. افتكرت، معلش اسف اسف. الهاردنس خدناه ونزل عليه فيديو، فاكرين لما قلت لكم هينزل عليه فيديو؟ وخلي بالكم كويس، سؤالك ده كويس. الامتحانات اللي هتيجي في المعمل من اللاب شيت مش هينزل فيها الكترو كوروجن، يعني الجزء بتاع الالكترو والكوروجن اللي في اللاب شيت لا، ده مش هينزل في الامتحانات اللي هتجيلك. كويس، ده سؤال كويس. ماشي يا اصل احنا شباب. كنا دايخين على الموضوع ده، كنت قلت ايه اتاكد من حضرتك. لا، ما كويس. يبقى يعني لو عمر مندوب الجروب موجود معانا يعرف ده للناس. طب هقول لكم، انا ممكن اكتبها على التيم برضو، بس انا بتكلم على عموم الدفعه كلها مش جروب فايف بس، يعني بلغوا زمايلكم بكده. مش هيجيلكم اسئله في الامتحان اللي هي جايه من اللاب شيت، مش هيجيلكم على الالكترو والكروجن. ماشي يا تمام شباب. يا دكتور، طب اذنك الفيديو الهاردنس ده نزل فين؟ على ال ام اس ولا ايه؟ مفروض مش على ال ام اس؟ الناس مفروض ان هو يكون نزل على ال ام اس. مش الناس شافت الكلام ده يا شباب ولا ايه؟ هو المعلومه دي نزل. طيب ايه؟ نزل بقى قد ايه؟ مثلا شهر ولا حاجة؟ لا، مش شهر ولا حاجه، هو المفروض ان هو يكون نزل قريب، يعني مثلا يكون في اواخر الاسبوع اللي فات مثلا. احنا النهارده ايه، الاثنين؟ لا، هو المفروض يكون نزل الاسبوع اللي فات. لا تمام. بصوا يا شباب، ثواني كده، عشان المعلومه دي مهمه، يعني بقيت الناس تشارك معانا. مفروض ان كان يبقى في فيديو عن الهاردنس، وبيقول لك ايه الهاردنس، ويعني ايه الووتر هاردنس، ويعني ايه التمبيروري هاردنس والبيرمنت. في فيديو زي كده نزل وفي ناس شافته ولا لا؟ انا ما شفتوش الحقيقة، ما اعرفش، انا اول مرة اسمع ولا يعني ان في من حضرتك. دكتور هو بنش. زي ما خدتش بالي عادي، ايوه بس شباب، فتحت ال ام اس وانا كنت شايف كل فيديوهات المعمل الموجوده، وما فيش فيديو للووتر هاردنس نزل لغايه دلوقتي. ايه الكلام ده؟ طيب. طيب بالنسبه لعموم جروب 5، بالنسبه للسكاشن بتاع الجروب 5، يعني لو هنتكلم على أسوأ الظروف، إن الكلام ده صح، أو أنا طبعا حالا هتأكد من الكلام ده بعد ما أخلص معاكم. الناس دلوقتي على الأقل الشهر مبدئيا، على الأقل مبدئيا أنا بتكلم بالنسبة لامتحانات بكرة بتاعة التلات. في حد من جروب فايف عنده الامتحان بكرة؟ أي ايوه دكتور، سيكشن؟ سكشن 31 بكره يا دكتور. سيكشن 31 بكرة. طيب بصوا يا شباب، أنا هقفل معاكم دلوقتي حالا وهشوف إيه أصل الحكاية دي، تمام؟ عشان أحلها سريعا. ليه بقى؟ لأن أنت أكيد أكيد هتلاقي ممكن في اللاب شيت اللي ينزل لك، هو طبعا أصلا أنتوا زي ما أنتوا شايفين في اللاب شيت اللي معاكم ده الأسئلة كتير قوي، فكل واحد وحظه. نفترض ان السكشن ده جاله حاجه اسئله على الميه لقاها، وهو جه قال انا ما شفتش الفيديو، ما شفتش الكلام ده. طيب هشوف انا الموضوع ده سريعا دلوقتي، والحل هيتحط على التيم ان شاء الله النهارده، يعني على طول، ما مش هستنى.
يا اما يكون في فيديو اتعمل والبشوات نزلوا والبشوات نسيوا ينزلوه، البشوات اللي بيدوا المعمل نسيوا ينزلوه وينزل حالا دلوقتي، يا اما ما يكونش بقى اتعمل اصلا ودي قصة تانية هيبقى فيها محاسبة بعد كده للناس، لكن انا ساعتها هتصرف بسرعة وهنزل لك الفايل بتاع الووتر بتاع المحاضرة اللي انا كنت هشرح لك منه الاسبوع اللي جاي، تذكر لي منه الديفينيشنز بتاعت يعني ايه هارد ووتر، يعني ايه التمبروري هاردنس، يعني ايه البيرمننت هاردنس، اللي هي الحاجات الاساسية دي. تمام يا شباب؟ معلش خلونا نشوف الموضوع ده دلوقتي بقى. شكرا يا شباب.